السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الرابع، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية. عنوان درسنا في هذا اليوم تلاوة من سورة الواقعة من الآية 41 إلى 56. أهداف درسنا اليوم، يتوقع منا في نهاية هذه الحصة أن نتلو الآيات الكريمة من سورة الواقعة تلاوة سليمة. ثانياً، أن نستنبط معاني المفردات والتراكيب الواردة في هذه الآيات الكريمة. في البداية عزيزي الطالب، افتح كتابك على الصفحة 76 واستمع إلى هذه الآيات الكريمة بتدبر وتمعن لتستخرج منها أدبا من آداب تلاوة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. من فكر؟ من يجيب؟ ما هو الأدب الذي ذكر في هذه الآيات وهو من آداب تلاوة القرآن الكريم؟ أحسنت، بارك الله بك، الطهارة قبل تلاوة القرآن الكريم. عزيزي الطالب، قبل أن نتلو الآيات التي سنتحدث عنها اليوم من سورة الواقعة تتحدث عن جزاء المكذبين الجاحدين ليوم القيامة، وذكرت الإنسان ببعض المظاهر الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى، بل وأكدت على أن القرآن الكريم هو كتاب رب العالمين جل جلاله. والآن هيا لنحقق الهدف الأول وهو الأهم في هذه الحصة، وهو تلاوة الآيات الكريمة تلاوة سليمة. هل أنت مستعد؟ على بركة الله. الآن افتح كتابك المدرسي على الصفحة 77 واستمع لهذه التلاوة الجميلة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات
ميقات يوم معلوم لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين عزيزي الطالب، بعد أن استمعت إلى هذه التلاوة أنصحك نصيحة بأن تعيد استماع هذه التلاوة حتى تتقن هذه التلاوة بشكل جيد. والآن ما رأيك أن نتعرف على معاني الكلمات التي قد لونت باللون الأحمر؟ وهذا هو هدفنا الثاني، أن نستنبط معاني المفردات الواردة. أما معنى قوله تعالى في سموم وحميم، في سموم أي ريح من نار جهنم، وحميم أي ماء حار مغلي، وظل من يحموم أي دخان شديد السواد. لآكلون من شجر من زقوم، الشجر المر. فشاربون شرب الهيم أي شرب الإبل العطاش. والآن عزيزي الطالب، ما رأيك أن نصل بين الكلمة القرآنية ومعناها؟ في سموم وحميم، ما معناها؟ أحسنت، بارك الله بك، ريح من نار جهنم. وحميم، نعم، ماء حار مغلي. مي يحموم، دخان شديد السواد. شجر من زقوم، أي الشجر المر، بارك الله بك. وأخيرا شرب الهيم، أي شرب الإبل العطاش. أحسنتم، بارك الله بكم. وفي الختام أذكركم أعزائي الطلاب بواجبكم اليومي بعد أن تستمعوا إلى هذا المقطع أن تعودوا إلى برنامج التيمز وتحلوا السؤال اليومي. بارك الله بكم، وإلى لقاء قادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل القرآن، أهل الله وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.